بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للقدرة والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خلال الفترة من 6 وحتى 8 يناير الجاري بمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على متابعة مراحل السباقات الدولية لمسافة 120 كيلومتر و100 كيلومتر، كما كانت لتوجيهات سموه الأثر الكبير في إعطاء الفرسان حافزا كبيرا للتميز والتألق طوال المراحل. هذا وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للاهتمام والدعم الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، مبينا سموه أن هذا الدعم محل تقدير واعتزاز، ويؤكد حرص سموه على المساهمة في ارتقاء رياضة القدرة البحرينية التي شهدت نموا وتطورا وإنجازات متعددة طوال الفترة الماضية. كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السرعات التي شهدتها السباقات الدولية تؤكد مدى الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان في فتح المنافسة المثيرة والقوية طوال المراحل، مبينا سموه إلى أن رياضة القدرة البحرينية ماضية في سبيل التطور وينعكس بالإيجاب الدائم على المشاركة الخارجية في المرحلة القادمة. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق الأنجال الذي سيقام ضمن فعاليات البطولة يؤكد حرص الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة على إشراك أجيال جديدة في رياضة القدرة، مبينا سموه إلى أن سباق الأنجال يأتي في إطار الرؤية التطويرية التي يسير عليها الاتحاد الملكي في سبيل تشجيع ونشر ثقافة رياضة القدرة في نفوس الأجيال، مثمنا سموه التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في السباقات القادمة. هذا وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الفرسان من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمغرب، وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة خلال اليومين القادمين سباقات 40 كيلومتر و80 كيلومتر تأهيلي ومحلي وسباق للأنجال، إضافة إلى سباق 120 كيلومتر للإسطبلات الخاصة بالأهالي.